لليوم الثامن بعد المئة تتواصل جرائم الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة على مرأى من العالم. أهلا بكم إلى هذه التغطية المتواصلة لقناة الجزائر الدولية التي نحاول من خلالها أن نتابع تطورات العدوان الصهيوني في قطاع غزة شمالا ووسطا وجنوبا. وهنا في الاستوديو معي لإثراء النقاش أكثر الدكتور مصطفى الدريدي المحلل السياسي والاستراتيجي. أهلا وسهلا بكم. أهلا ومرحبا بكم وبضيوف الكرام. ومعنا من غزة جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم وبجميع المشاهدين. ومعنا من نابلس عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمد دويكات. أهلا وسهلا بك. علينا علينا والعافية. تحياتي لضيوفك الكرام. أبدأ معك أستاذ جميل سرحان. في اليوم الثامن بعد المئة من الإبادة الصهيونية على غزة نتحدث عن أكثر من 50 شهيد ونتحدث عن عشرات الجرحى في قصف صهيوني على 5 مراكز إيواء كاملة في خان يونس في وقت كان قد ادعى الاحتلال بأنها مراكز آمنة. برأيك لماذا أصبحت هذه المراكز هدفا آخر لقوات الاحتلال في جنوب قطاع غزة دكتور سرحان؟ يعني كما لاحظنا الليلة الماضية كانت ليلة صعبة جدا. دبابات قوات الاحتلال اقتحمت غرب مدينة خان يونس وهي المناطق التي أعلنت عنها منذ ما يزيد عن 60 يوم بأنها مناطق آمنة، فاضطر السكان بفعل القصف الإسرائيلي إلى الانتقال إليها. هذه المنطقة كانت قذائف الدبابات والمدفعية الإسرائيلية والبوارج الحربية البحرية تطلق نيرانها بشكل كثيف وبشكل عشوائي. حتى اللحظة هناك أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى لازالوا موجودين في المنازل وفي الطرقات وتحت الأنقاض، ولم تتمكن سيارات الإسعاف ولا الدفاع المدني الوصول إلى هذه الأماكن. يوجد مكانين نزوح هم الأكبر. مكان أول وهو مركز تدريب مهني تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، ويوجد به ما يقارب 23 إلى 24 ألف نازح. والمكان الثاني هو جامعة الأقصى يوجد بها ما يقارب 20 ألف نازح. هذه الأماكن توجد دبابات تحاصرها وهناك خشية على حياة المواطنين فيها. ما بين الفينة والأخرى يتم قصف مدفعي اتجاه هذه الأماكن. إمكانية الاتصال على من هو موجود أصبحت شبه مستحيلة. هناك يبدو تشويش كامل على الاتصالات اللي موجودة هناك. الوضع مأساوي جدا والوضع صعب جدا بكل الأمور، خاصة وأن هذه الأماكن بطبيعتها كانت أماكن مزدحمة جدا، كانت أماكن مجرد خيام متلاصقة أو حتى البعض ينام دون أي خيام، لا يوجد فيها إمكانيات الأكل ولو لوجبة واحدة خلال النهار، المياه غير صالحة للشرب، وإن استطاعوا الوصول لها تكون ألو؟ نحن معك ونسألك أيضا حين نتحدث عن الدوافع، ما الدافع الذي يأخذ بالاحتلال لمواصلة استهداف هذه مراكز اللواء في جنوب غزة برأيك؟ عفوا شبكة النت كانت ضعيفة، يا ريت تكرر السؤال. سؤالي عن الدوافع التي تأخذ بالاحتلال لتجديد استهدافه لمراكز آهلة بالنازحين، نتحدث هنا عن 5 مراكز إيواء كاملة في جنوب القطاع. يعني هذه المراكز هي مراكز موجودة في مدينة خان يونس فقط،
ونحن نعلم أن مراكز مدينة خان يونس أو مدينة خان يونس بشكل عام منذ أسبوعين تتعرض إلى قصف شديد، وتمتد الدبابات والجرافات الإسرائيلية بشكل يومي إلى مناطق أخرى، والأمر مرتبط بهذا العدوان المستمر على كل قطاع غزة. لم يبقى مكان إلا وتعرض أبنائه إلى الاستهداف، الجامعات تعرضت للاستهداف، المنشآت المدنية تعرضت للاستهداف، كل شيء موجود على الأرض تعرضت للاستهداف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. طيب. وهو نهج واضح جدا يتفق مع ما قلناه من البداية، أننا أمام هدف إسرائيلي مركزي عنوانه الإبادة، أي أن الهدف ليس القضاء على حماس مثلا، وليس ضرب قوته العسكرية، وليس تغيير نظام سياسي مثلا، الهدف هو عقوبات لشعبنا الفلسطيني نتاج ما تعرض له قوات الاحتلال من فشل في 7 أكتوبر الماضي. هذه العقوبات تم تطبيقها بشكل فعلي على كل إنسان على هذه الأرض، حتى البنية التحتية دمروها، الحيوانات تم قصفها، نفوق كامل لكافة المواشي والأغنام، تدمير للأشجار، كل شيء ممكن أن يصدع للإنسان تم هدمه وتدميره. دعني أنقل هذا المشهد إلى الدكتور دريدي. إذن ليست محاولة للقضاء على حماس، ليست محاولة للقضاء على البنية التحتية لحماس، بل هي محاولة للقضاء على الحياة في غزة، ويتمثل ذلك في استهداف 5 مراكز إيواء كاملة في خان يونس جنوب القطاع. لماذا يحاول الاحتلال أن يستنسخ تجارب مؤلمة سابقة في الشمال وينقلها نحو الجنوب؟ شكرا. عندما نعود إلى تصريحات المتطرفين الذين وقفوا إلى جنب رئيس الحكومة، هو أيضا متطرف بنيامين نتنياهو، يعني نصل إلى نتيجة أن ما كانوا يصرحون به ذاك ما كانوا يفكرون فيه وما كانوا يطبقونه عمليا من خلال هذه المجازر التي ترتكب من خلال هذا القصف المستمر واستهداف مباشر للمستشفيات، للمدنيين، لمراكز الإيواء. حتى أن يوم من الأيام كما قلت سابقا في الأسبوع الماضي رأيت رئيس يعني المسؤول الأونروا يبكي على المباشر بإحدى القنوات لتأثره لما حدث، يعني لا أصبح عاجزا عن وصف ما شاهده من قصف ودمار واستهداف مباشر للمدنيين خاصة الأطفال والنساء. إذن نتنياهو عندما كانت أثناء الجلسات مناقشة الشكوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا للمحكمة العدل الدولية، قال خرج في إحدى تصريحاته وقال لا أحد يمكنه أن يوقفنا عن تحقيق أهدافنا، لا المحكمة صراحة، لا محكمة العدل الدولية ولا ما يصدر عنها ولا أي جهة في العالم تستطيع أن توقفنا عن تحقيق أهدافنا. تحقيق أهدافهم هم الذي ما زال يتشبثون بها هي تحرير الأسرى وتحرير ما يسمونه بالرهائن والوصول أو قصف يعني تحطيم كل البنى التحتية والقضاء على حماس، لكن لحد الساعة الأهداف المباشرة التي هي بين أيديهم هي قصف المدنيين، تحطيم البنى التحتية ومحو كل الآثار الموجودة في قطاع غزة. كما قال ضيف الكريم هو قصف المدنيين، قصف المباني، قصف استهداف حتى كل ما يتحرك، استهداف الحيوانات، استهداف البنى التحتية من مياه من غيرها. وهذا دليل على أن الهدف الأساسي ما هو معلن وما هو يطبق الآن أو ما هو المستهدف الآن غير الذي تعلنه أو القيادة في الكيان الصهيوني، بمعنى أن قصف يعني استهداف حماس أو استهداف المقاومة الآن هو بعيد المنال، حتى بالنسبة لتصريحات كبار المسؤولين العسكريين أنه أصبح بعيد المنال هذا الهدف. يعني هل بهذا القصف يحاول الاحتلال أن يؤثر على عزيمة الفلسطينيين الصامدين في أمام مخططات التهجير، وأيضا يحاول أن يؤثر على عزيمة المقاومين الفلسطينيين؟
نعم، أنا أعتقد هناك مقولة نقولها نحن في العادة أن يعني يمسكه من الجد الذي توجعه، يعني ربما تريد حكومة الكيان الصهيوني وعلى سهم نتنياهو أن يضغط على المقاومة من خلال قصف المدنيين والاستمرار على قصف المدنيين حتى يعني ترفع العالم الأبيض، وإما أن تستسلم، إما أن تطرح خطة للتفاوض من خلال مثلا تبادل أسرى مع تخفيض القصف والابتعاد عن استهداف المدنيين وغير ذلك. هذا ربما ما يعتقده أو ما يريد أن يوصله الكيان الصهيوني للمقاومة الفلسطينية. أعود إليك محمد دويكات، إذا كنا نتحدث عن استهداف 5 مراكز إيواء كاملة في خان يونس، نتحدث عن أكثر من 50 شهيد وعشرات الجرحى، إذن أين هو الغرب من أعمال الإبادة هذه في خان يونس بعد أن تحدث قادته أكثر من مرة أن استهداف المدنيين في غزة ستتراجع حدته؟ نعم، يعني بداية السؤال الذي طرحته أين هو الغرب، هذا سؤال يعني مطروح منذ اليوم الأول لهذه الحرب المجنونة، أين هو أو أين هي المؤسسات الدولية، أين هي الدول التي كانت دائما تتغنى بالديمقراطية والعدالة الإنسانية وأيضا كانت راعية لعملية سياسية عرجاء بدأت منذ أكثر من 30 عام، وفي هذه الحرب التي يعني وضعت الحالة الفلسطينية والحركة الوطنية الفلسطينية وأيضا كل الشعوب وشعوب العالم وفي المقدمة منها الدول العربية وشعوبها وأيضا كل المؤسسات الدولية أمام امتحان كبير، أمام امتحان على مستوى العالم، أن هذه الشعارات التي دائما كانت ترفعها وتتغنى بها يعني سقطت أمام هذا الجنون وهذا القصف الهستيري الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني ضد شعبنا الأعزل في قطاع غزة، ضد الشيوخ والأطفال والنساء، ضد مراكز الإيواء، ضد المستشفيات، ضد المدارس، ضد بيوت العبادة الإسلامية والمسيحية، وأيضا يعني هذا الاحتلال الذي أمعن في قصفه، وهذا القصف فاق حد التصور البشري في بشاعته وحقده وإجرامه، عندما يبيد عائلات بالكامل، أحياء يبيدها ويقصفها بشكل هستيري، والعالم أمام مرأة ومسمع كل العالم وكل مؤسساته الدولية، وأيضا للأسف الشديد هناك داعم وشريك رئيسي لهذا الاحتلال هو الإدارة الأمريكية وعدد من دول الاستعمار الغربي التي منذ اليوم الأول يعني أعلنت موقفها بشكل واضح أنها تدعم الاحتلال وسياساته الإجرامية والعدوانية بحق شعبنا الأعزل وتزوده بالمال والسلاح وتوفر له غطاء سياسي في المحافل الدولية، وخير دليل على ذلك أن مشاريع قرارات الأممية التي حاولت بعض الدول يعني استصدار قرار أممي من أجل وقف الحرب على شعبنا الفلسطيني، وتفاجأنا بالفيتو الأمريكي وآخرها أيضا في المحكمة الدولية التي بالحديث عن هذا نحاول أيضا أن نتحدث عن هذا المشهد ونقله أيضا إلى جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة. برأيك جميل سرحان، لماذا لم يتمكن المجتمع الدولي بمنظماته وهيئاته من إرغام الاحتلال على إيقاف هذه المجازر التي تتمثل في العديد من الصور، منها استباحة المدنيين العزل، قصف
مراكز إيواء مكتظة بالنازحين وأيضا استهداف المؤسسات الصحية والأمثلة عديدة في المؤسسات الصحية في جنوب القطاع. نتحدث عن مستشفى الخير، نتحدث عن مجمع ناصر وأيضا عن مجمع الأمل في جنوب القطاع. يعني نحن نعلم جيدا أن هناك مواقف إيجابية للكثير من المقررين الدوليين الخواص، المقررة الدولية الخاصة بالأراضي المحتلة فرانشيسكا قد قالت منذ الأيام الأولى بأننا أمام إبادة جماعية في قطاع غزة، والكثير من الجهات الدولية، مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأيضا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين قد أصدر الكثير من الكلمات والتقارير، وهذا يدلل على أن المعلومات الدقيقة بشأن هذه الإبادة الجماعية وبشأن استهداف المدنيين والأعيان المدنية قد وصلت إلى كل العالم. عن قوة أمريكا التي تقف وتشارك إلى جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرضها وسيطرتها على الجهات الدولية المتعددة وفرضها وسيطرتها على الكثير من الحكومات في العالم بالإضافة إلى التحالف الأوروبي معها. إذن نحن أمام معركة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإلى جانب قوة الاحتلال الإسرائيلي ومساند الكثير من الدول. هذه هي الأسباب الحقيقية التي تعيق الوقوف إلى جانب الضحايا الفلسطينيين ووقف هذه الإبادة حتى الآن، وهي معادلة معروفة بشكل واضح للصغير والكبير في الوطن العربي بأن المشكلة الرئيسية لدى العالم ليس لدينا كفلسطينيين هي الولايات المتحدة الأمريكية. هناك الكثير من المسائل ينبغي أن نسلط الضوء عليها. مثلا على سبيل المثال حصلنا على إفادات وشهادات خلال الأيام القليلة الماضية من معتقلين تم الإفراج عنهم، وحتى فتيات أو نساء تم الإفراج عنهن لدى قوات الاحتلال من سكان قطاع غزة، يتعرضون لأساليب بشعة من التعذيب، الضرب المبرح، استقبال بالكلاب البوليسية، النهش، الترك عراة بساعات الليل الطويلة ووضع الماء البارد عليه، الشبح لساعات طويلة، وحصلنا على إفادات لأيام طويلة، علامات الجروع والضرب والمنع من النوم لأيام طويلة، وقد تلقينا أيضا إفادات من نساء بأنهن قد تعرضن لتحرش الجنسي من جنود إسرائيليين. هذه المسائل يفترض أن تستدعي كل الجهات الدولية بما في ذلك اللجنة المعنية بمناهضة التعذيب وكل الجهات الدولية، وهي مهادات موثقة ومؤسسات وسنعمل على طيب الشرها. لكن في المقابل نتنياهو يقول لا الجنائية الدولية ولا العدل الدولية ولا الأمم المتحدة ستوقف الكيان فيما يفعله من جرائم في غزة. ألو، سأعود إليك أستاذ جميل. إن كنت تسمعني أتحدث عن ما يقوله في المقابل نتنياهو في ظل هذا العجز الأممي من إيقاف مجازر الاحتلال، يقول بأنه لا العدل الدولية ولا الجنائية الدولية ولا الأمم المتحدة ستوقف الكيان فيما يفعله في غزة. يعني هو يعرف المعادلة الحقيقية بأن الولايات المتحدة الأمريكية تسانده وقوة الاحتلال الإسرائيلي تعرف المعادلة حتى العربية وتتحدث على ضوء هذه المعادلة، لكن نحن نقول بأننا شعب نتعرض لظلم كبير، بالتأكيد هناك أحرار كثيرين في العالم سيواصلوا وقوفهم إلى جانبنا، وقد رأينا التظاهرات تزداد، التضامن يزداد، أعمال النشر وتداول المعلومات يزداد، ولن يقف الأمر عند هذا الحد بل سيمتد أكثر فأكثر. لا يمكن أن تبقى الأمور كما هي، نحن نتعرض إلى أقصى حالات الظلم والاضطهاد، قصف يومي الكثير من الأصدقاء والأقارب وحالة نزوح والأمراض المنتشرة، كل ذلك بالتأكيد سيساهم بدفع أصحاب الضمائر لتحرك لمساندة أهلنا في قطاع غزة. دكتور دريدي، أحاول أن أنتقل إلى مشهد آخر، استهداف المستشفيات، لكن الدكتور جميل سرحان يصر على أن
يفيد بمشهد آخر يتعلق بالمعتقلين الفلسطينيين في السجون، سجون الاحتلال. يتحدث عن إفادات من معتقلين أفادوا للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة بأنهم تعرضوا لأساليب تعذيب بشعة، تعرضوا للتحرش الجنسي في سجون الاحتلال. كيف ترى هذا المشهد المتكرر من سلسلة من الجرائم في غزة؟ نعم، في هذه النقطة بالذات الكيان الصهيوني ليس لديه أو ليس أمامه كوابح أخلاقية أو قانونية، أو لا يخضع لأي قانون من قوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، حقوق السجناء، حقوق المعتقلين وغير ذلك. وبالتالي فهو لديه يد يعني ممدودة، ويعني تمارس كل الممارسات اللا إنسانية اللا أخلاقية مع ما هو مع المعتقلين، سواء حكم عليهم أو لم يحكم عليهم بعد. ونحن شاهدنا أن حتى الذين اعتقلوا في قطاع غزة من المدنيين الذين يعني اعتقلتهم القوات الجيش الصهيوني وأقادهم إلى داخل الكيان ووضعهم في معتقلات، يعني نالوا أبشع أنواع العذاب، وهم يرون بعد إطلاق سراحهم يرون ما حدث لهم من تعذيب نفسي وجسماني. نفسي بمعنى أنهم يبيتونهم في بعض الأحيان في العراء وينزعون ملابسهم، في بعض الأحيان لا يقدمون لهم أبسط ضرورات الحياة، الماء أو الطعام، يعني يتركوهم لفترة حتى دون أن يتحدثوا. كانت الحالة النفسية والصحية بادية للعيان. نعم، وهم يروون تفاصيل ما جرى لهم أو الأيام التي قضوها في هذه المحتشدات، خاصة في منطقة النقب ومن التكنات أو القواعد العسكرية الموجودة في أقرب إلى منطقة إلى الحدود أو إلى غلاف منطقة غزة. كانوا يروون وهم يتحصرون على هذه الأوضاع، فما بالك السجناء أو المعتقلين المتواجدين في السجون داخل المعتقلات الكيان الصهيوني، وهم بعيدين على كل لجان تحقيق وكل كاميرات أو الإعلام. يعني هم يعني يمارسون ضدهم كل أنواع التعذيب والإهانة والإذلال وغير ذلك، ويدركون أن لا أحد يستطيع أن يصور هذه المشاهد حتى ينقلها إلى العالم ليرى يعني هذه أكذوبة الكيان الصهيوني الذي يتداعى باحترامه لحقوق الإنسان والديمقراطية وغير ذلك. إذن هذا جزء من، وأيضا احنا نتكلم على مدام نتكلم على السجون نتكلم على الاعتقالات اليومية في قطاع غزة في الضفة الغربية. يعني من قتل واعتقالات وتشريد وتحطيم وتهديم المنازل، هذا لم يحدث في العالم. أن حتى إنسان ثبت في عمله أنه عمل إرهابي في أي منطقة في العالم، في الولايات المتحدة في الدول الغربية، لم نشاهد إلى يومنا هذا أن المحكمة أو الحكومة أو السلطات قررت أن تهدم منزل منفذ عملية من العمليات، لأن هذا المنزل ربما يقطن فيه كل عائلة. المنفذ يتحمل مسؤولية ما قام به، فلماذا تذهب إلى منزل العائلة وتهدمه؟ احنا في ديننا لا تزير وازرة وزر أخرى. إذن هنا لاحظنا الكيان لديه من الانتقام، من الحقد، من التصورات غير ولديه إنسانية، ولديه من سياسة العقاب الجماعي الكثير. محمد الدويكات، قوات الاحتلال الصهيوني اقتحمت أيضا مستشفى الخير غرب خان يونس وتحتجز الطواقم الطبية داخله، أيضا تواصل قصف محيط مستشفيي ناصر والأمل. برأيك عما يعبر استمرار الكيان في هذا النهج الإجرامي رغم كل تحذيرات من دخول القطاع في وضع إنساني غير مسبوق؟ أولا يعبر عن عجز هذا الكيان الصهيوني عن تحقيق أهدافه التي أعلن عنها منذ اليوم الأول لهذه الحرب، وهي القضاء على المقاومة وتحرير الأسرى، وأيضا يعني الهدف الرئيسي الذي
بدأ يترجمه على أرض الواقع، وهذا الهدف كان شعارات وتصريحات على قادة يعني على لسان قادة الحكومة اليمينية الفاشية بأن يعني ضم الأراضي الفلسطينية وتهجير الشعب الفلسطيني هو يعني هذه الفترة المؤاتية لهذا الكيان الصهيوني. فبالتالي هذا القصف الجنوني وتعبير أولا عن عجز الكيان الصهيوني عن تحقيق أهدافه، وثانيا يحاول أن يقدم صورة انتصار وسيطرة على الأمور في قطاع غزة من خلال هذا القصف وإيقاع أكبر خسائر ممكنة في صفوف الشعب الفلسطيني أو المدنيين الفلسطينيين الأطفال والشيوخ والنساء، ويريد أيضا أن يحشر الفلسطينيين ويدمر كل ما هو ممكن، حتى يريد يعني يتعامل مع سياسة الأرض المحروقة في قطاع غزة حتى لا يتمكن الفلسطينيين من أن يبقوا على أرضهم وصامدين في بيوتهم وفي أحيائهم وفي مدنهم وفي مخيماتهم بالتحديد في قطاع غزة. وهذا مقدمة إلى مسعى خبيث وإعلان واضح على لسان قادة الاحتلال أنهم يسعون إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وبالتالي يعني سمعنا على لسان قادة الحكومة اليمينية ومجلس الحرب الإرهابي أن يعني الخيار الوحيد أمام الفلسطينيين هو أن يتم استيعابهم في الدول العربية وبعض الدول التي طرحوها في يعني أنحاء متعددة من العالم. فبالتالي رسالة الشعب الفلسطيني ورسالة المقاومة أولا الصمود الأسطوري الذي حققه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة رغم كل هذه المجازر والمشاهد المؤلمة، لكنه صمود أسطوري منقطع النظير. والمقاومة الباسلة التي ما زالت لديها الإمكانية ولديها القدرة للتصدي لهذا الاحتلال، وأيضا يعني كل هذه الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني ومبررها أنه ذاهب إلى القضاء على المقاومة وإنهاء فصائل المقاومة وفي مقدمتها طيب حركة حماس، كل هذه القضايا فشل في تحقيقها. وبالتالي هو عندما يمعن في القصف يحاول تقديم صورة إلى الوضع الداخلي الصهيوني أو في داخل هذا الكيان الصهيوني طيب. الذي يعني الأوضاع الداخلية تحتدم وهناك أزمات متسارعة متتالية، كل يوم نسمع عدة أزمات وهناك بالفعل يعني أزمات عميقة. طيب الأوضاع الداخلية تحتدم، هناك أزمات عميقة إنسانية في قطاع غزة. أنقل إليك سؤال جميل سرحان، حين نتحدث عن إمعان الاحتلال في جرائمه فالأكيد أن هناك في المقابل مشهد إنساني صعب، برأيك أين هي المنسقة الأممية لشؤون المساعدات التي عينتها الأمم المتحدة من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة في ظل هذا الواقع الإنساني الصعب؟ بإجازة لو سمحت، بعدها سنتحدث بعد الفاصل. استمعنا طيب، سأعود إليك جميل سرحان في كلمة مصطفى الدريدي الدكتور، أو سنعود إلى هذا التفصيل بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا. Thank you.
مستمرون معكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية المباشرة والمستمرة لتطورات العدوان الصهيوني وجرائم الإبادة والعقاب الجماعي في غزة الذي توصل اليوم 80 بعد 100. أعود إليك مجددا جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة الذي التحق بنا من غزة. آخر سؤال ربما قد نثير هذا السؤال، أين المنسقة الأممية لشؤون المساعدات التي عينتها الأمم المتحدة من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة الذي يزيد الترهل وأيضا يزيد الواقع الإنساني صعوبة ومرارة في القطاع في ظل استمرار الجرائم من الاحتلال؟ نحن لم نلحظ أي جهود للمنسقة الأممية الجديدة التي تم تعيينها بشأن المساعدات. نحن قلنا أن موضوع المساعدات لا يحتاج لا منسقة ولا لقرار مجلس أمن، إنما هو حق طبيعي لكل المحتاجين والضعفاء في قطاع غزة. هذه المساعدات لم تصل إلى مدينة غزة وإلى شمال قطاع غزة، ووصلنا إلى حد الجوع بشكل كامل في هذه المناطق. أما مناطق قطاع غزة فهناك القليل من المساعدات التي تصل عبر عدد من مؤسسات الإغاثة ووكالة تشغيل اللاجئين، لكن المنطقة الأممية لم نجد لها أي جهد ولا إجراءات. طيب. إلى أنها تعمل على تقديم التسهيلات هذا غير صحيح وغير دقيق، ولم نجد أي تغير نوعي بعد قرار مجلس. جميل سرحان مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة، شكرا جزيلا لك على كل ما أفدت به. شكرا. أعود إليك دكتور الدريدي، ننتقل إلى مشهد آخر، مشهد الصمود، مشهد للتقدم في الميدان، المشهد لا شك يتعلق بالمقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها، ونتحدث عن تقدم وعمليات المقاومة على الميدان رغم كل القصف والتدمير الذي يستمر لليوم 80 بعد 100. شكرا. في هذه النقطة هذه بالذات يعني كما يقول شهد شاهد من أهلها، مسؤولين كبار في حكومة الاحتلال الصهيوني وعلى رأسهم القادة العسكريين والقادة العسكريين الميدانيين الذين كانوا في يوم من الأيام حتى منهم كانوا من رؤساء الأركان في الجيش الإسرائيلي، اعترفوا بلسانهم أن المقاومة فاجأتهم بقوتها بصمودها باستراتيجيتها ومفاجأتها أو مفاجأتها المتكررة، يعني فاجأتهم عدة مرات. ولاحظ أن في الجانب الإيجابي الأكثر يعني بروز في أو نقص القوة في المقاومة الفلسطينية هو الدقة والاستهداف. لاحظنا أنهم يعني في كل مرة يبث لنا مشاهد من دقة يعني الرصد، هناك رصد سواء للدبابات سواء للآليات أو رصد لحركة الجنود وهم يدخلون إلى المباني أو يعني ينتشرون في أماكن معينة، يعني قوة الرصد ثم قوة الاستهداف، يستهدفون هذه سواء الآليات، ورأينا عدة مرات في فيديوهات لم تنقطع هذه الفيديوهات أنهم يستهدفوا الدبابات الميركافا 4، ناقلات الجنود، الزنجرات والجرافات وغير ذلك بأسلحة متنوعة سواء بالصواريخ 107 أو قاذفات ياسين 105 أو بالهاون وغير ذلك. يعني هنا لاحظ أن هناك تنسيق أيضا في المقاومة، يعني في بعض الأحيان سواء سرايا القدس تقوم بعمليات في مختلفة، وفي ناحية أخرى تقوم كتائم قسام بعمليات نوعية مختلفة أيضا، في بعض الأحيان يكون تنسيق فيما بينهم، يعني تكون عمليات مشتركة. وهذا قلت في مرات سابقة، لحد الآن لم نسمع أن أو تخرج علينا أخبار أو بيانات بأن هناك ما يسمى بنيران صديقة في بين فصائل المقاومة، لأن هناك تنسيق
وهذا ناتج عن التحضيرات المسبقة التي كانت فيما يسمى بغرفة العمليات المشتركة التي تدربوا فيها العديد من المرات وداروا يعني وضعوا ما يسمى بالسيميلاسيون يعني محاكاة لأنواع من هذا الهجوم أو الاشتباك مع قوات الجيش الصهيوني. محمد دويكات، هناك عمليات نوعية للمقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها، كمائن معقدة ومركبة، إسقاط والسيطرة كذلك على طائرات بدون طيار صهيونية خاصة خلال اليومين الأخيرين. كيف تنظر دويكات إلى قدرات السيطرة والقيادة لدى المقاومة خلال 108 أيام من الحرب في غزة؟ يعني كما قلت في البداية أن ما زالت المقاومة يعني مستمرة ومتواصلة ولديها الإمكانية والقدرة على أولا إيقاع أكبر خسائر ممكنة في صفوف الاحتلال الصهيوني، إن كان على مستوى البشري أو إن كان على المستوى المادي، وأيضا بث هذه العمليات الفدائية من داخل القطاع، وهذا دليل واضح على أن ما زالت المقاومة تملك يعني إمكانية السيطرة على ساحة المواجهة، وأيضا تدحض كل روايات الاحتلال وقادته والناطقين العسكريين باسم جيشه الصهيوني أنه يعني يحرزون تقدم وأنهم ذاهبون باتجاه إنهاء المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هذا بالتأكيد يحرج هؤلاء القادة النازيين أمام المجتمع الصهيوني الذي بدأ يتضمر من كذب بنيامين نتنياهو وقادة جيشه، وأيضا يعني أصبحت تتضح الصورة بشكل جلي أن لا يمكن لهذا الخيار الهستيري الذي بدأه منذ أكثر من 108 أيام على قطاع غزة من خلال هذه الحرب المفتوحة على أنه يستطيع أن يقضي على المقاومة أو أن يقضي على فصائل المقاومة بما فيهم أو في مقدمتهم حركة حماس، فبالتالي حماس وكل القوى والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وفي الضفة هي جزء أصيل من الشعب الفلسطيني وتتمسك بخيار الشعب الفلسطيني وتترجمه على أرض الواقع من خلال المقاومة بكافة أشكالها وعلى رأسها وفي مقدمتها المقاومة المسلحة، فبالتالي يعني خيارات الاحتلال أو أهداف الاحتلال التي وضعها منذ اليوم الأول لغاية الآن لم يستطيع تحقيق أي هدف من هذه الأهداف، وإمعانه في القصف الهستيري على أبناء شعبنا في قطاع غزة هو دليل واضح عن عجزه، وأيضا يريد أن يقدم صورة انتصار للمجتمع الصهيوني حتى يتمكن بنيامين نتنياهو وتحالفه الفاشي من الاستمرار في هذه الحكومة والاستمرار في هذه الحرب. دعنا نتحدث ربما برؤية استشرافية، إذا زادت وتيرة العمليات العسكرية الصهيونية في خان يونس جنوبا وفي قطاع غزة عموما، نتحدث عن وتيرة متسارعة في القصف، نتحدث عن 190 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية، إذا زادت الوتيرة أكثر كيف تتوقع خطوات المقاومة خلال الساعات والأيام القادمة؟ يعني كل هذه الجرائم وكل هذه الإمكانيات الحربية وهذا الدعم المطلق من الإدارة الأمريكية لهذا الاحتلال في هذه الحرب على قطاع غزة، والتي يعني شاهدنا بصراحة يعني قصف بشكل يعني غير مسبوق ولا يتصوره العقل البشري، ورغم هذا القصف وهذه الإمكانيات العسكرية وأيضا التكنولوجيا التي يتمتع بها الاحتلال الصهيوني وقدراته وسيطرته على الجو والبحر، ولكن لغاية الآن لم يستطيع أن يضعف المقاومة الفلسطينية، فبالتالي هذه رسالة واضحة، وأيضا الاحتلال هو لغاية الآن يتخبط ويعني لا يستطيع
أن يحسم قراره، وأيضا باتجاه التصعيد. يعني أكثر من هذا التصعيد ماذا يمكن للاحتلال أن يفعل؟ أكثر من هذه المجازر وهذه القصف العشوائي الذي يستهدف كل ما هو فلسطيني في قطاع غزة. طيب. فبالتالي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وأيضا هذه نقطة مهمة، أنه يلتف خلف خيار المقاومة، والمقاومة ما زالت صامدة وتستطيع أن تجابه هذا الاحتلال، وأيضا تستطيع يعني مؤشر قوتها وإمكانياتها أنها في كل يوم تخرج على الإعلام وتبث سلسلة من المشاهد التي التقطها المقاومون أثناء تأديتهم أو أثناء تصديهم للاحتلال الصهيوني. فهذه نقطة مهمة ونقطة جوهرية، وبصراحة يعني المعركة الإعلامية هي معركة رئيسية في أي معركة أو في أي حرب. فبالتالي يعني هذا مؤشر واضح على أن ما زال الاحتلال يقف حائرا وعاجزا أمام إضعاف قدرة المقاومة على. طيب، الاحتلال يقف عاجزا وحائرا أمام المقاومة. دكتور دريدي، تحدثت قبل قليل عن مشهد التوافق والتنسيق المحكم بين مختلف الفصائل الفلسطينية. دعنا ربما نتحدث عن مشهد آخر، مشهد الخلاف الواضح، المشهد الأكثر حدة بين قادة الكيان حول جدوى الحرب. أيضا في المقابل هناك مظاهرات حادة ومتواصلة من طرف عائلات الأسرى الصهاينة لدى المقاومة. كيف تغير هذه المعطيات اتجاهات ومسارات الحرب في غزة برأيك؟ الحقيقة هناك إجماع خفي بين قادة الكيان الصهيوني في سواء في جانبه السياسي أو العسكري، أنه لابد من القضاء على المقاومة الفلسطينية وتحرير الأسرى وغير ذلك، تحرير الأسرى بأي ثمن، يعني بالمفاوضات أو بالوصول إليهم عن طريق الحرب، لكن هذا لم يحدث في الحقيقة. الخلاف الآن هو في الخطة التي وضعتها الحكومة على رأسها نتنياهو للأهداف التي ما بعد الحرب، يعني ما هي الخطة التي ينبغي الوصول إليها ما بعد الحرب. الآن هناك غموض وهناك إلحاح حتى من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة لإعطاء صورة مطالبة بالحكومة حكومة الكيان الصهيوني بإعطاء صورة واضحة لما ما الذي ينبغي الوصول إليه ما بعد الحرب. صحيح هناك خلافات، حتى أن سمعنا بالأمس أن وزير الدفاع اقتحم مجلس أو مكتب رئيس الوزراء وكاد أن يشتبك بالأيدي في خلاف بينهما، ونحن نعرف أن هناك خلاف وهناك نوع من الكراهية فيما بينهم، يعني تعود إلى أسباب سياسية. أيضا هناك تصريحات سابقة لقائد لأحد قادة الأركان السابقين والذي كان على الذي قاد حرب 2014 وهو غادي إيزنكوت الذي هو عضو في مجلس الحرب، والذي انتقد كثيرا نتنياهو حول الخطة التي وضعها والآفاق المستقبلية التي ما بعد الحرب، وطلب وقال أيضا وهنا نركز ونأكد بأن إيزنكوت هو عضو في مجلس الحرب وفقد نجده في هذه الحرب، يعني صعب أن تفقد نجلك ولا تكون لديك هذه الكمية من الكراهية ومواصلة الحرب للانتقام ممن قتلوا نجلك. إذن هنا كان خلاف كبير، وخاصة أن وهناك بالأمس طرحت في الكنيست مشروع لسحب الثقة أو حجب الثقة من الحكومة القائمة. بالطرف الآخر هناك المتطرفين الذين من الصهيونية الدينية والأحزاب اليهودية المتطرفة يضغطون على نتنياهو إذا أوقفت الحرب سننسحب من الحكومة، يعني بمعنى يضعونه في مأزق ويضعونه في معضلة، هل يوافق ما المنظور الغربي والمنظور الأمريكي أم
يوافق هؤلاء. طيب دكتور دريدي، هل يحاول الإعلام الصهيوني والإعلام الغربي أن يصور لنا مثلا أن نتنياهو هو المشكلة الأولى والأخيرة في الحرب؟ أليس نتنياهو هو جزء من الاحتلال، جزء من هذه الجرائم المتواصلة والتي يتحمل مسؤوليتها الجميع في الكيان، كل في مسؤوليته وكل في موقعه؟ نعم، نحن ندرك أن هناك صحيح خلاف وهناك انقسامات داخل الحكومة، سواء في مجلس الحرب أو في الحكومة، حكومة الكيان الصهيوني، لكن هم بناء على ما يعني ما هو متفق عليه أن الجانب السياسي هو الذي يتحكم في الجانب العسكري، بمعنى أن الحكومة أو الجانب السياسي هو الذي يعطي الأوامر، بمعنى الحكومة هي التي تسير هذه المعركة، والقرارات لابد أن تصدر للقادة العسكريين، تصدر من الحكومة يعني من الكيان السياسي. والآن الحكومة يعني يترأسها رئيس حكومة متطرف، وتسانده مجموعة من الأحزاب التي بنت معه أو أيدته في كيان في حكومته تضغط عليه. الآن الخلاف هو في جانبه السياسي، ولكن في الجانب العسكري هم متفقين على العموم على مسار هذه المعركة، لكن المخرج هو إلى 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 أين سنذهب، خاصة بعد يعني بعد الحرب، لأن الحرب لم تنتهي بعد، لكن هناك منظور أو استشراف مستقبلي في حالة ما إذا انتهت الحرب، ما الذي ينبغي أن يفعل؟ الآن يتكلموا على مثلا على دولة فلسطينية أو الدولة الفلسطينية، لكن كيف يكون شكل الدولة الفلسطينية وكيف يكون شكل حكم غزة؟ الآن نتنياهو يقول بأن هناك نقطتين، حتى بعد نهاية الحرب لابد أن تبقى المسائل الأمنية في غزة تسند إلى الجيش. نعم، الحديث عن هذا عما تتحدث عنها الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية عن دولة فلسطينية مزوعة السلاح. الاتحاد الأوروبي أيضا الآن يدلو بدلوه، يقول ويعرض مقترح لخارطة الطريق تنطلق من وقف الحرب في غزة إلى قيام الدولة الفلسطينية. برأيك ما الذي يدفع الاتحاد الأوروبي لتبني هذه الخطوة، وربما قراراته وآراؤه كانت مختلفة وكانت في صالح وصف الكيان في بداية الحرب؟ نعم، هنا في هذه النقطة أنت طرحت سؤال لضيفنا الكريم في ما قبل، قلت أين هو موقف الغرب يعني بصفة عامة. نحن نعلم أن الغرب أصبح يساير المواقف الأمريكية ويساير القرار الأمريكي، يعني رغما عنه في بعض الأحيان أن بعض الحكومات الغربية هي مقتنعة بآرائها، ربما تخالف الرأي الأمريكي، لكن تحت الضغط تساير القرار الأمريكي وتساير المنظور الأمريكي. قرأت منذ يعني قبل أن أدخل إلى البلاتو، قرأت تصريح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي يقول في حال ما إذا مثلا لم يتخذ الكيان الصهيوني موقف من قيام دولة الفلسطينية أو إعطاء مثلا، سوف تفرض أو سوف يعلن عن قيام دولة فلسطينية أو الاعتراف بدولة فلسطينية خارج إطار الكيان، بمعنى أن الاتحاد الأوروبي بدأ يميل إلى طروحات لا توافق ربما الكيان الصهيوني ولا توافق حتى ربما المنظور الأمريكي، يعني هنا استقلالية في التصور وفي طرح البدائل. في كلمة دكتور دريدي، هل يمكن القول بأن هناك إجماع دولي على إقامة دولة فلسطينية، لكن ربما الآليات التي تنفذ هذا غير واضحة، وأيضا يراها الغرب البعض بأن الغرب يريد دولة فلسطينية مستقلة لكن بمقاس الكيان الصهيوني؟ نعم، وهذا من إيجابيات التي أنتجتها أو أنتجها عمل المقاومة، هو إعادة إحياء فكرة قيام الدولة الفلسطينية، وحتى أنهم يتحدثون على الدولتين، دولة الاحتلال ودولة الدولة الفلسطينية، وهذا ما يعني في السابق لم يعد يتحدث عليه في السابق، لكن أعيد إحياء فكرة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. الدكتور مصطفى دريدي المحلل السياسي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك على
كل ما أفدت به، وأشكر أيضا محمد ويكات عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من نابلس الذي كان معنا خلال هذه التغطية الخاصة. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام على متابعتكم، إلى اللقاء.